السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم. حنايا نتكلموا كشفت بعض المصادر المقربة من الناخب الوطني جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري، ينوي إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب الوطني، والمقرر إعلان القائمة يوم 27 الشهر الجاري. فالمدرب جمال بلماضي لم يقتنع ببعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة غومبيا وتونس الأخيرة. نعم، كيفاش لاعبين وين نقولوا مزية طاهرات عاود ولا نقولوا بلي بن طالب 90% راه في التشكيله ان شاء الله بربي راه في التشكيله. انا ما زلت نقول بلي بن طالب في التشكيله، غولام فانيك لازم يكون في التشكيله، غولام لازم فانيك يكون في التشكيله، خاطر على هادو اللاعبين مازالوا يمدوا لاعبين. هذا ماشي عنده راه كيما ماجر في 92 كرشو خرجت قدامه زوج مترات، مازالوا يمدوا هاد اللاعبين، مازالوا صغار، مازالوا غولام نصيبوه حتى 2023. غولام مالكم غولام 2023 نصيبوه، مالكم بيتخلعونا ولا كيفاه؟ بن طالب 2025 نصيبه انا، ها عنده 24 عام، غريان ها عنده 24 عام. انا نتبع بالشيخ عنده 70 عام ونخلي واحد عنده 24 عام جاي للدنيا تاعو نتبع عند واحد راه صاد 70 عام. 70 على بالك 70 عام من يرقد جهه في القبر وجهه في الدنيا، من يضرب خطوه في القبر وخطوه في الدنيا. خلي انا واحد عنده 24 جاي للدنيا مستقبل، واحد فوتها زهو زهو ليبول والبارده وكلش كملها كاع باغي يحرم الغاشي. لا، خلي الناس تعيش. انت شكون انت يا انت شكون باش تهدر انت باش توخر الغاشي وتوخر؟ انت شكون؟ شا عطيت انت؟ هل كنت نجم في الفريق الوطني الجزائري؟ زتشي الاخر بالشيخ، انت كنت نجم في الفريق الوطني الجزائري؟ جامي دلافي. انت كنت ما كنتش قطعه اساسيه في المنتخب الجزائري. شنا المدرب اللي يجي لهنا يلعبك قدام لي سيبورتير في سان جوي كان يلعبك خاطش الناس تعيط ليلو تانا ليلو تانا. صح، من بعد كي يخرجوك لافري كانوا يعطوك يقولوا لك هاليك المايس عاود بيع في توتري كيبيري مسيريفا تاع الطياره، كانوا كنت تبيع في الاخر في التريبيل كيما نهار ضربه تاع اسبانيا داير نواظر وقاعد مكمل المايس تاعك. حنايا وين نعرفوا باللي بعضهم وين الذين وين ما اقتنعش بهم جمال بلماضي، لم يقتنع ببعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة غومبيا وتونس الأخيرة. رغم عودة الروح الجماعية للاعبين، إلا أن المدرب الوطني جمال بلماضي يريد أن يعطي الأولوية للاعبين الجدد، خاصة في زوج مقابلات أو ثلاثة أو التربص الأول اللي يكون هنا في سيدي موسى، خاصة أن التشكيلة الحالية واللي لعبت زوج مقابلات الأخيرة لم تعطي شيء. ما شناش منهج تاع كرة، ما شناش صناعة لعب، ما شناش قراءة لعب، ما شنا والو كي غومبيا كي تونس. اللي يقول لك شنا لعب هذيك حاجة أخرى. حنا نعرفوا بلي جمال بلماضي يلعب خمسة أربعة واحد، يلعب ويكثر اللعب على الأجنحة على جال النافتة على جال بونجاح وكلش، كثر اللعب تنويع اللعب على الجوش دروات جوش دروات، وخطرة يدخلوا من الوسط خطرة عند شنو كيفاش يلعب 4-5-1 يعمر مليو تيرا ويبدا الخدمة ويبدا العمل تاعو. شنو كيفاش يبدا العمل تاعه؟ هذه هي الخطة تاع جمال بلماضي. بصح جمال بلماضي نهار غومبيا ونهار تونس ما شناش هذا اللعب تاعنا.
ما شناهاش. كيما كنشوف هاد اللاعب، نشوف هاد اللاعبين حنا كي نحضروا نحضروا في مجال على الفريق الوطني الجزائري. انا كي نقول بلي ما شتش، مش نظرة لعب، مش لعب مصنوع. اللي شاف يقولنا سبحان الله، يعطينا يعطينا بالك. خاطش انا شت جما بالماضي نهار اللي لعبنا كونت البنين هنا برك، وين شت الخطه ما شتش انا برا في لافريك، ما شت اي خطه في لافريك، في لافريك ما شت والو. انايا لهنا البنين، والبنين كانت قاليزينا دوزيام ميتو. خاطش راني نقول لكم ونعاود، راني نقول لكم بلي جمال نقطه الضعف تاع جمال بالماضي هي قراءة اللعب ما بين الشوطين، عدم قراءة نقطة الضعف تاعو، قراءة اللعب ما بين الشوطين. خاطش شنا البنين دوزيام ميتو هنا في البليده، شناه كيفاش داروا علينا، كنا رابحين 1-0 تدخل دخل في غولي ومركز زاوج، باش تكونوا على علم. باش انا راني نعطيكم شتا كاين، ماشي راني نعاير في جمال ولا راني نعاير في الفريق، لا راني نقولوا رانا نهضروا. انا مانيش بالشيخ نقولوا الصحافه راكم عاقلين باللي هو قال باللي نجيبوها، لا انا ما نهتمش للهضره. حنا نقولوا نقاط وين لازم جمال بالماضي يعاود يرد الحسابات تاوعه، يعاود يقرا حساباته. هذه اللي غادي نقولوها لكم حنايا، خاطش علاش جمال بالماضي وين شاف معظم اللاعبين الذين شاركوا في مباراه غومبيا وتونس الاخيره ما عطاوش، ما قنعش بهم اللاعبين. وكنا هضروا عليهم باينين شكون هما، كاين بالخماسه، كاين كيسموه، كاين بوداوي، كاين بوصيف، هذا كاين عجالي، كاين كيسموه نعايجي، كاين تاعنا هذاك يوسف بلايلي، هذو ما بانوش، ما داروا والو خويا، ما داروا والو. بو نجح وما دار والو، قلبوه التوانسه عقدوه، ما دار والو، قلبوه التوانسه عقدوه، قلبه تاعنا لهنا تاع المغرب بن عطيه قلبه دار في جيبه، قال له ارواح اقعد هنا اقعد هنا اقعد، تا ولا يضرب في الغاش باش خرج. ارى الاتحاد القطري عاقبه، شو احنا الصوره تاع شو احنا يا محلي كي يروح للخارج كيفاش يعطي الصوره تاعه، كيفاش يعطي الصوره كره القدم الجزائريه. شفت المحلي كي يروح للخارج كيفاش يعطي الصوره، وخاصة وأن التشكيلة الحالية قد رسمت 90%، وين غادي جمال بالماضي كاين قال لك كاين نقولوا حنايا كاين كيفاش نقولوا كاين مفاجآت إن شاء الله تكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري. يا ودي منتخب وين صحة صنعت احترافية تاعك مدرب الوطني جمال بالماضي، حديث وسط الإعلام العربي صحة أنا معاك في هذه، فوق الميدان رغم فوق الميدان شنا كيفاش عندك نظرة تاعك عندك، حنايا رانا معاك في هذه، رانا معاك في هذه. وين هذه كما نقولوا حنا جمال بالماضي ناجح في إعادة الروح لمجموعة الفريق، وعاد الروح إلى التي كان يتميز بها المنتخب الوطني في السنوات مي كنا ملاح، ماشي في السنوات تاع زاتشي، خاطر زاتشي قتل كاع، زاتشي قلع حتى الثقة للمواطن الجزائري كما كنا نقولوها لكم. زاتشي شارك مع العصابة باش يقلعوا الثقة تجاه الوطن، ويا الحمد لله يا ربي هما كانوا يديروا في هاد الحسابات، بصح ما داروش حسابات الشعب، ما داروش حسابات الشعب. هذا روح شوف خويا روح وين شنا كيفاش وين اللاعبين بعد ما غابت عنهم ذيك الروح القتاليه اللي كنا نشوفوها فيهم، كنا نشوفوا بلي لعابه كبار، كنا نشوفوا وين شنا نهار اللي جا ماجر جا زاتشي جا، وين حسوا هذو اللعابه بلي صح راهم باغيين يطردوهم، مولوش يحسوا بلي راهم في الجزائر. بعد ما وين جمال نجح في اعاده الروح مجموعة الفريق الوطني إن شاء الله بربي. حنايا في الأخير شنو نقولوا؟ في الأخير إن شاء الله في الأخير نقولوا بلي هذا فريق وطني جزائري اللي نتمناو له، نتمناو نجاحات، نتمناو. وين جمال بالماضي كان نعطيكم التالية، ينوي الطاقم الفني منح الفرصة لوجوه جديدة قادرة على إعادة إعطاء روح جديدة خاصة لمحاربي الصحراء، وتفادي أي سيناريو غير مفرح للمنتخب الجزائري. هذه ان شاء الله بربي. وانا من الاخر غادي نقول لكم نكذب الخبر اللي خرج قال لك تاع بوكره غادي يجي، بوكره ما يجيش يخدم معكم،
هذه بين حنايا ان شاء الله بربي الفريق الوطني ينجح. بصح بوغرا ما يخدمش مع العصابه، بوغرا ضد العصابه وما يخدمش مع العصابه. شتا في الفيسبوك شتا منا بوغرا ما غاديش يجي وما يخدمش مع العصابه، ما يخدمش مع ساتشي، ما يخدمش مع العصابه. هذه هي ما يخدمش مع العصابه. ربي يحفظكم. وش نقولوا حنايا؟ تحيه الجزائر. ما تنساوش اعطونا جيم، بارطاجو، كومونتير، وصحة رمضانكم، صحة بطولكم.